يستمر الاحتلال في انتهاج سياسة التصعيد وتضييق الخناق على مواطني الضفة الغربية عبر سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات المصحوبة بالتنكيل التي ينفذها بشكل يومي. في جنين أضحى تسلل قوات الاحتلال إلى المدينة ومخيمها مشهداً شبه يومي منذ أكتوبر الماضي، فينفذ الاحتلال اقتحاماً جديداً يقابله المقاومون بتصدي، تطور إلى اشتباكات عنيفة واستهداف بالعبوات الناسفة تركزت في المنطقة الصناعية وشارع الناصرة. تصعيد دفع الاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة ومحاصرة مناطق عدة فيها، وذلك تزامن مع حملة دهم وتفتيش لمنازل مواطنين واعتقال عدد منهم. وككل اقتحام يترك الاحتلال وراءه الخراب والدمار في شوارع وأحياء المدينة. أما عن الخليل وتحديداً مخيم الفوار جنوبي المدينة، فقد أسفرت الاشتباكات التي دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق واعتقال عدد آخر منهم، فيما دهمت منازل المواطنين وفتشتها وأجبرت النساء والأطفال على المبيت في العراء. ولم تستثنى مدن رام الله ونابلس وبيت لحم من عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، فينفذ فيها اقتحامات عبر قواته الراجلة وألياته العسكرية شملت حملة اعتقالات ودهم عدة منازل بعدما عاثت فيها خرابة. حملات اعتقال متواصلة بلغت حصيلتها منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 6200 حالة من الضفة الغربية فقط، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وهي حصيلة يقول نادي الأسير الفلسطيني إنها تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. محمد جريمة، تيرنتي.